مركبات نموذجية صغيرة الحجم لها إمكانيات متعددة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. ابتكر المصممون مركبات وشاحنات صغيرة تشبه الواقعية، وقاموا باختباراتها وكانت تعمل معهم بشكل جيد. وفي هذا الفيديو سنتعرف على هذه المركبات، فهيا بنا. ولكن لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. أفيوس C-130 هيركيلس. هذه الطائرة الصغيرة هي نموذج من طائرة لوكهيد C-130 هيركيلس، وهي طائرة من طراز من الطائرات التي يجعل في العادة قوات العمليات الخاصة للقفز بالمظلات من ارتفاعات منخفضة أو الهبوط للقيام بأعمال هجومية في عمق الأراضي المعادية، وكذلك لأغراض الشحن والدعم الجوي، وهي طائرة من تصنيع أمريكي. أما هذا النموذج الصغير من طائرة لوكهيد فهي تعمل بمحرك توربيني وقادرة على استخدام مدارج غير مجهزة للإقلاع والهبوط. تم تعيينها كطائرة نقل معدات طبية وبضائع صغيرة الأحجام. وهيكل الطائرة متعدد الاستخدامات، استخدامات في مجموعات متنوعة من الأدوار الأخرى، فهي تقدم البحث والإنقاذ ودعم البحث العلمي واستطلاع الطقس والتزود بالوقود الجوي والدوريات البحرية ومكافحة الحرائق الجوية. كما لها مقياس هبوط إلكتروني قابل للسحب مع أبواب تروس متسلسلة، وبها لوحات فولر تشبه المقياس مع وصلات محدثة للإقلاع القصير والهبوط، وبها مصابيح هبوط وملاحة فائقة السطوع يمكن رؤيتها حتى في وضح النهار، وبها جناح سلكي خاص تسمح الموصلات بإزالة الأجنحة واستبدالها بسهولة، بالإضافة إلى ميزان بلاستيكية مثل ماسحات الزجاج الأمامي وأنابيب البيتويت وأجهزة استشعار نقطة الندى. كيوشو بليزرد FR هي نموذج صغير من المركبات والشاحنات المخصصة للسير على الجليد، كما أنها سهلة الاستخدام وتعمل بنظام سهل عن طريق التحكم في ذراع الشفرة، كما أنها مدعومة بمحركين مستقلين جنباً إلى جنب، ولها ناقل الحركة بقوة غير عادية وتحكماً يجعلك تتمكن من الاستمتاع بالهيمنة على أي تضاريس صعبة تسير فيها الشاحنة، ولها نظام تعليق مجهز على جميع العجلات، ولها شفرات حديدية لإزالة العوائق، كما أنها تستطيع الدوران إلى الأمام والخلف ولليسار ولليمين، ولها دوراً محورياً يتحول على الفور. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحكم في ذراع الشفرة بجهاز الإرسال يضيف جانباً رائعاً آخر إلى العاصفة الثلجية للحصول على متعة أكبر في الرمال أو الثلج. بروبوت UL-19 هي نموذج مصغر لطائرة مائية الجاهزة للتشغيل والتي يبلغ قطرها 30 بوصة، تصميمه أنيق للغاية بدون غلاف توربيني أو جناح خلفي، وهي مقاومة للماء وتستطيع أن تسير بأقصى سرعة دون خوف، وتتيح لك معززات في السير وذلك بفضل محرك السرعة الذي يصل إلى 50 ميلاً في الساعة. هذه الطائرة لها جسم قوي من الألياف الزجاجية مع مظلة مطابقة وزعانف عمودية قابلة للإزالة، ولها محرك ديناميت 2000 كيلو فولت بدون فرش، وبها مروحة ذات شفرتين من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتحافظ زعنفة الدوران المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ على القارب ملتصقاً بالمياه، سواء كنت تسير بشكل مستقيم أو كامل دواسة الوقود خلال منعطف. كات 64 لو رايدر هي سيارة نموذجية لسيارة شيفرولي إمبالا، وهي تعمل بجهاز تحكم، ولها إطار هيكل مصنوع ببراعة وناقل حركة زائف ومحور خلفي صلب عملي مع غطاء تفاضلي قابل للإزالة، بالإضافة إلى مصابيح ليد اختيارية للقيادة الليلية تتميز بنوافذ شفافة بحواف عالية الجودة من رقائق الكروم لإكمال المظهر الواقعي للغاية، ولها محور خلفي صلب وظيفي مع غطاء تفاضلي قابل للإزالة، وبها آلية قفز في التعليق الأمامي، وبها اثنان من أجهزة ضبط ارتفاع المحور الخلفي، وبها تحكم لاسلكي بست قنوات مع مفاتيح بنمط منخفض السرعة، وبها أزرار لحظية لخفض إما أمامي أو خلفي إلى الحد الأدنى لارتفاع الركوب. RC Panzertreffen 2020
هي نموذج مصغر لدبابة ويتم التحكم فيها عن بعد، وبها وظيفة إطلاق النار أو نظام الأشعة تحت الحمراء الخاص الذي يسمح لك بمحاكاة المعارك الملحمية. ويمكن لأبراج الدبابات الأخرى أن تدور 160 درجة فقط إلى اليمين أو اليسار. يمكن لبعض أنواع الدبابات منها إطلاق الذخيرة على شكل رصاصات بلاستيكية صغيرة، وتصل سرعة هذه الدبابات من 10 إلى 20 كيلومتر لكل ساعة. فاريو تشينوك هي طائرة هليكوبتر صغيرة الحجم، ويمكنك تشغيلها عن طريق التحكم فيها عن بعد، وبها محور نظام الدوار، ولا توجد اهتزازات لتحقيق الاستقرار والتوجيه في محور الانعراج أثناء الطيران. وتتميز هذه الطائرة بمحركات كهربائية هادئة منخفضة الاهتزازات بدون غازات عادم ودفع متبقي. ليجو 6x6 All Terrain Tow Truck هي شاحنة صغيرة ونموذجية تعمل على بعد عن طريق ريموت كنترول، ولها محركين وصندوق بطارية وجهاز استقبال وجهاز تحكم عن بعد للوظائف التي يتم التحكم فيها عن بعد، بما في ذلك القيادة والتوجيه الأمامي والركائز القابلة للتمديد ورافعة العمل والرافعة، والأذرع ممتدة بأبعاد تزيد عن 20 بوصة للتمتع بالتحكم في الطرق الوعرة باستخدام شاحنة القطر فائقة الصلابة لجميع التضاريس. Red Cat Scout 2 Gen 8 هي شاحنة نموذجية صغيرة مستوحية من شاحنات ضخمة تسير في الطرق الوعرة مثل الجليد أو الرمال أو الأتربة. تتميز بنظام تعليق رباعي الوصلات وصدمات ملولبة من الألمونيوم، وبها عجلات قفل لبكرات آلية وعجلة سداسية معدنية، وبها محامل كروية ومحرك أمامي مثبت وقاعدة عجلات قابلة للتعديل، ولها شبكة بلاستيكية صلبة وجسم ومصدات LED جاهزة ومرايا بلاستيكية قابلة للطي ورفارف داخلية. هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد.